ورحمة الله وبركاته، زملاء الأطباء البيطريين. اليوم أكلمكم عن مرض حمى المجهولة الكيو فيفر. مسبب هذا الحمى هي الكوكسيلا بورنيتي، نوع من البكتيريا. هذه تنتقل بشكل مباشر أو غير مباشر، تصيب الأبقار والأغنام والماعز والكلاب والقطع. كيف تدخل هذه البكتيريا الى جسم الحيوان؟ تدخل عن طريق الحليب واليورين والفيسز، ولذلك الحيوان المصاب حينما تنفذ هذه البكتيريا الى هاي السوائل الجسميه، حليب اليورين البلاسيلتا، وتكون واسطه للنقل الجرثومه. هذه البكتيريا اللي هي كوكسيلا بورنيتي دائما تكون مقاومة لبعض للحرارة وبعض المطبخ والمعقد، ولذلك يسمح لها انها تعيش فترة طويلة في البيئة. تنتقل للإنسان، نعم تنتقل للإنسان عن طريق استنشاق الغبار الملوث، والملوث بيش لفضلات المشينة اليورين، عن طريق الحليب غير المبسطة. ولذلك أنا أؤكد دائما على أن يكون الحليب مبسطة، وجعل لا تشرب الحليب غير المبسطة. تنتقل أكثر الأشخاص المعرضين للإصابة هم العاملين باللحوم، الفلاحين، البيطريين ممكن أن يصابون بهذا المرض. شنو أعراض هذا الحمى؟ شنو أعراض حمى الكيو فيفر؟ طبعا مدة الحرارة بها قد تبقى من 4 أسابيع. تتميز أول شيء بسيفير هيدك، يعني أقوى آلام في الرأس، حمى، تعرق، سويتين، وهن في العضلات، الواحد من يشتغل يحس آلام بالعضلات، يعني ماسك سباتي، اختلاجات، كونفيوجن، آلام في الحنجرة، قحة جافة، دراي كاب، آلام في الصدر، تشيست بين، تقيؤ، اسهال، يعني بوينتين، تيارية، آلام في البطن، أبدومين، هذه كلها تظهر وين؟ الشخص المصاب. قد تسبب الحالات المزمنة، قد تسبب نيمونيا، يعني التهاب الرئة، وقد تسبب الهيباتيتس، التهاب الكبد، بالطور المزمن. بالطور المزمن إذا تطور هذه الإصابة بالبكتيريا تسبب إندوكاردايتس، التهابات بالذات في صمامات القلب. كيف يشخص هذه الإصابة بالكيو فيفر؟ راح نعتمد على الأعراض السببية، هذه واحدة. اثنين، احنا أهم شيء نعتمد على فحوصات الدم. فحوصات الدم ناخذ عندنا مجموعة اختبارات. أولاً فحص الكومبليمنتري فيكسيشن تيست والأجلوتينيشن تيست، فحص المتمم وفحص التخثر أو الأجلوتينيشن اللي يحصل. فترة الحرارة بها 2 إلى 3 أسابيع. إحنا طبعاً غير نعزل البكتيريا، عزل البكتيريا مهم جداً نحدد صفاتها حتى نعرف إنه هذه هي الكوكسيلا بورنيتي. ناخذ العينات المرسلة مع اليورين، الميلك والبلاسينتا. نحدد نوعية البكتيريا. لها علاج هذه البكتيريا العلاج؟ نعم لها علاج، تستخدم الأوكسيتراسايكلين والدوكسيسيلين بالنسبة للأشخاص المصابين. إحنا نستخدم بالأبقار الأوكسيتراسايكلين، لكن فترة طويلة صار قد تعود عليها، لذلك إحنا واجبنا أنه نغير هذا المضاد الحيوي لفترة فترة. شنو البسيط الناقل مالتها من حيوان الى حيوان؟ لاحظ ان هي فيها ميزه مهمه، هاي الكيو فيفر، انه تنتقل بطريقتين. الاراضي الموجود قد ينقل، يعني مص دم وما ينقل من حيوان الى حيوان، هاي طريقه واحده، هذه طريقه للقرار. لكن الطريقه المهمه الثانيه، المشيمه واليورين والبلاسنتا، المشيمه واليورين والحليب، هذه كلها تكون وسائط نقل. الدست الموجود او الغبار الموجود بالحرارة قد يكون واسطه للاصابه بالكيو فيفر. الكيو فيفر حقيقه هو نوع من انواع الانفلونزا،
يعني شيء مشابه للجوازة، ولذلك شو القحة اللي دراي كاف موجودة عند الأشخاص. كيف تحل جمعتها؟ قلنا استخدام المضادات الحيوية، الحليب، أنا أكد دائما أن الحليب أن يكون مبستر، البسترايز ميلك جدا مهم، أن نبستر الحليب من 60 إلى 70 درجة مع يغلي، ثم يكون يشرب، هذا كافي أن يقضي على الجفن. أكو طرق وقاية بالنسبة للحيوانات، نعم أكو طرق وقاية، واستخدام اللقاحات الكيو فاكس فيبر فاكسين، بس هذا ما يستخدم في دول العالم حتى استراليا. قد تعود هذه الإصابة بالكيو فيبر، قد تعود، ولكن بعض الأشخاص بعد عشر سنوات ممكن تعود، لكنه بالحقيقة العلاج ممكن. الفحوصات مهمة جدا حضرتك، إذا شكر هذا الألم تروح تسوي، تحس ألم بالصدر chest pain، تروح جنابك للطبيب ويسوي لك الأكس راي، يشوف الرئتين مالتك والجامس هيلثي، يشوفهم يستخدمون طبعا أغلب الأطباء يستخدمون الفحوصات، يعني ميكو كارديوغراف، هذا to check for problems with your heart and valves، قد يستخدم لك يشيك القلب، يعني صمامات القلب. معظم المصابين كل الشباب استعمال مضادات الحيوان في الدوس السريع. إذن هذا المرض من الأهمية أنه نعتمد على الأعراض السريرية وفحوصات الدم وفحوصات روتينية للجسم. إحنا كأطباء بيطريق شنو واجبنا؟ إحنا نقضي على الفاكتورز الناقل الوسيط، الوسيط الناقل وهو التكس، المايس، كل الحشرات اللي تنقل الجرثومة من حيوان لحيوان عند الرش الحضاري، وعملنا مستمر بهذه الطريقة، وهذا واجبنا، يعني أنه هي الحضاري النظيفة. لكن هو ممكن كان ينتقل عن طريق الداست، قلنا الغبار، الملوث، الحليب، المشيمة، ولذلك أؤكد دائما على بسترة الحليب والوقاية واستخدام كمامات وبعد أثناء التعامل مع الحيوان. المرض ليس بالمقلق، بإمكانك أن تعالج، ما يسبب الموت في الإنسان إلا في حالة جدا نادرة، وهو غير مقلق جدا في الإنسان، ولكن يسبب مثلا رخاوة في الجسم بالعضلات التي دائما تتعب، قحة مستمرة، آلام في الصدر، ولك سوف تقلق بالعملية. غير مقلق، بإمكاننا إحنا أن نتناول بعض المضادات الحيوية، أوكسيتراسيكلين، دوكسيسيلين، لأن العلاجين في بداية المرض ممكن أن يختفي وتموت الجرثومة. أشكركم على هذا، وإذا عندنا ملاحظات خليجينا على اليوتيوب. دكتور محسن، شكرا جزيلا.